سيداتي وسادتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا 5 واموركم كلها على ما يرام. واخيرا واخيرا باش نكون معكم، باش نكون معكم بصراحه بالابعد الحدود، هذا انا بور موا من غير انه كان هدف كان حلم. هذا بالنسبه لي انا كان اكبر حلم. انا نقول لكم علاش يوتيوب صعيب تقنعي الناس باش يدخلوا يديروا عندك ابوني، وصعيب تخليهم يتبعوا معاك لو كونسيبت، وصعيب حتى بعدا شوفوا لي الكياته، شوفوا لي الكياته، شوفوا 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 فيه هنايا شيماء فرحات، شوفوا درت لهم هذيك الاب شابو، داروا عليا حتى هما بالشابو. صراحه والله القسم من المشاعر مخلطه مني وصلني، وانا الحب الحب والغرام. انتم لابسه لكم الغوج باش انتم ديروا قليبات غوج لتحت في الكومنتير. واخيرا وصلني شحال وانا كنتسنى فيه، راه ماشي راه 5 تخيلوا معايا من 2018 وانا كندير لي فيديو في يوتيوب. صراحه انا الخطا كان مني، وهذه نصيحه غادي نعطيها لكم حتى نتوما. الخطا اللي درت انا سيكو كنت كنحط فيديو في شهرين في 3 شهور، وكنت كنقول حقا راه غادي نحط فيديو وغيطلع غادي يشوفوه الناس بزاف، الوغ كو لا، يوتيوب كيبغيك تخدمي وكيبغيك تكوني اجور وكيبغيك تكوني ديما حاضره. وهادشي اللي درت انا ديرنييرمون، وهادشي اللي خلى لاشين بدات كطلع، حيت راه باقا ما طلعتش يلاه في الدرجه الاولى، هو انك خاصك تكوني ديما حاضره وديما كتحطي لي فيديو وديما اجور، ما خاصكش تغبري. اون فوا كتغبري كتحطي فيديو، يوتيوب ما كيبقاش يطلع ديك لا فيديو ديالتك. سينو مبروك علينا كاملين. صراحه انا عارفه كاينين بزاف منكم كانوا كيبارطاجيو لاشين ديالي مع صحاباتهم، مع لا فامي، مع الناس اللي كيعرفوا باش يدخلوا يديروا عندي ابوني. ميرسي بوكو البنات، والله ميرسي من كل قلب. وحتى دابا الا كنتي باقا ما دايراش ابوني، دخلي تابوني وتبعي معنا باش تكبر لا فامي. لو كونسيبت ديالي انا بعيد كل البعد على ما يروج في السوشيال ميديا. انا واحد الانسانه عايشه بوحدي في العالم ديالي بوحديتي، ناشطه مع راسي، كونسيبت نقيقي كنبارطاجي معكم كل مره. وشنو مره ريجيم، مره موتيفاسيون، مره دي غوسيت كيكونوا عندي الضياف كنحط لكم. رمضان بارطاجيت معكم كامل الشهر كامل، اليوم جيت باش نبارطاجي معكم هذا. واكيد اكيد حيت انا ما وصلني هذا، حتى نتوما درتوا لي ابوني، داكشي علاش انا قررت وقلت لكم ديك المره، قلت لكم اون فوا ان شاء الله نوصل ل 100 كا ويجيني الدرع غادي ندير لكم كادو، ما نسميش ان جيف اواي، كادو ما فيه حتى شي شرط، ما فيه حتى شي كونديسيون، ما فيه حتى شي حاجه، فيه حاجه وحده، وانك خاصك تكوني متبعاني انا دايره ليا ابوني. صراحه انا ما عرفتش فين غادي نديرو، واش نديرو في يوتيوب ونختار من لي كومونتير ديال شي فيديو في يوتيوب. نتوما قولوا لي هنايا في لي كومونتير، عاونوني. بنات ديال انستغرام كان اكثر من 95% كلشي قال ديال ديري في انستغرام، ديري في انستغرام، حيت انا نقول لكم علاش، حيت انستغرام غادي يكون عندي كونتاكت ديريكت، غادي ندير ها 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 غنطلع لي كومونتير، غنكليكي عليها، غندخل عندها نيشان لاباج ديالها، غنصيفط ليها ميساج وغادي نقول لها صيفط لي لادريس، وغادي صيفط لها الاير فراير. سينو نتوما قولوا لي هنا اشنو بان لكم. المهم انا غادي نخلي لكم انستغرام، دون طول لي كارت دخلوا عندي الانستغرام باش تبقاو معايا اجور باش تعرفوا شنو كاين. وهذا ما كان الكادو ديالي، ان شاء الله غادي يكون اير فراير كيف ما قلت لكم، بدون شروط، ما عندي حتى شي كونديسيون، حاجه وحده هو انك خاصك تكوني دايره لي ابوني في يوتيوب وفي انستغرام. غادي ندوموندي ليك تصيفط لي كابتشور ديكرون، لقاك دايره ابوني، ما لقيتكش دايره ابوني ولا يلاه درتيها، حيت اون فوا غادي ندخل غادي نسكريني لو كونت ديالك، يعني الا كنت يلاه درتي ابوني ما يمكنش تربحي، غادي نختاروا واحده اخرى. هذا ما كانوا، غادي ندوزوا لا فيديو ديالتنا. شفتوا هذه؟ انا راه كنت خارجه يلا دخلت، عرفتوا هذه شحال قلبت عليها، ما يمكنش قلبت عليها حتى عييت، فريمون قلبت عليها حتى عييت. ودابا غير بازار كنت خارجه وانا نلقاها شحال كدير، 140 درهم 140 درهم، خديتها من هذه الناس ديال قنيطره اللي كاينه في الطلعه ديال لاكار. شحال وانا كنقلب على ديما، انا كنبقى هازه الماء، كنبقى هازه هاد القرعه هادي، وهادو ما كنديرهمش في الثلاجه حيت كيعمروا لي الثلاجه بزاف. المهم خديت هادي، هادي الحاجه اللي زوينه فيها انها كتبقى شاده ليك البروده وكيوت. هادي كديريها كتبقى تهزيها تخرجيها معاك، تديها للبحر، تديها للصال،
شفتو كيدار فيها حتى لي جو وحتى الايس كوفي. المهم كيدار فيها كلشي. مي انا صراحه خديتها غير الماء، خديتها ب 140 درهم. شو شنو عطاوني معاها؟ عطاوني معاها ستيكرز باش زعما نذوقها مقاده. المهم غادي ندوز نغسلها ونعمرها بالماء. هادي تبقاي فيما تحركي حطها حداك، ما تحركي حاطه حداك، وجايه كيوت، جايه في الغوز باش انا لا نتموتيفا ونشربوا الماء. حيت انا راه ديما كنوصيكم على الماء، وخاصكم تكونوا كتشربوا الماء، حيت الماء به تحيا الحياه. الماء هو كل شيء، الماء كيضعف، الماء كيقاد لابور، الماء كيقاد الشعر، الماء كيقاد المورال، كيقاد الكرش، كيقاد المصارم، كيقاد كل شيء. المهم دابا غادي ندوز نصايب هذه نغسلها، وغادي ندوز نوجد انا وياكم واحد الفطير. خذوا واحد ليدي زوينه ديال الفطور، فطور واعر كيجي بنين بنين. والبنات اللي ما عندهمش مع البيض ولا كيطلع لهم البيض في راسهم، بهذه الطريقه غادي يعجبكم. هيا بنا. شي ليا ولكن انا كيعجبني هذا الشيء، انا اصلا راه هبيله في عقلي كيوت. جات واعره والله الا حبيتها غنزيد تعطيك ديك لونفي ديال تشربي الماء. ندوز نوجدو الفطير ديالنا. المهم اول حاجه غادي ندير هي غادي نجبد جوج بيضات ونديرهم يتسلقوا. ديت هنايا جوج بيضات سلقتهم، حليتهم غير باش يبردوا. غادي نحتاج هاد الطوست. هذا ديما كتسولوني عليه مين كتاخدي، كناخدو من مرجان ماركت، كيكون حدا الغايون ديال لي تشيبس. راه كتزيدو كتلقى واحد الغايون فيه هاد لي طوست هادو كاملين. الناس ديال قنيطره مرجان ماركت اللي كاين حدا كيتيا، طريق ديال اسواق السلام، حيت انا شفت هذاك اللي كاين طلع ديال المهديه ما عندوش. دوك اللي كاين حتى كيتيا راه كاين عنده، كيدير 23 درهم ولا 24 درهم. المهم غادي نحتاجو اليوم، غادي ناخذ منه ثلاثه. هو راه كيجي فريمون فيه بزاف اون بلوس بنين، وما فيهش لي كالوري، يعني تقدو تدخلوه في الفطور غير ماشي شاك جور، مره خذوه مره خذو حاجه واحده اخرى. غادي نزيد عليه بيرلي ناتور، كيجي واعر هذا. انا جو سوي سور كو غادي يعجبكم، وما كيبقاش داك المذاق ديال البيض مجهد. رشيشه ديال البزار، رشيشه الملح، ومعلقه ديال زيت العود. ضروري من دهون صحيه باش ما كتجيكمش لا كونسيباسيون. احسن دهون صحيه هي هذه ديال لافوكا وديال زيت العود. صافي غادي نخلط هادشي مزيان. الشا ديال الربيع كتعطي ديك الخضوره زوينه. شو كيفاش كيجي هذا، راه فريمون بنين، داير بحال شي تشيبس. غادي نطارتيني بهاد لاصوص اللي وجدت. بغيتو تزيدو عليها لا بودغ ديال الثومه زيدوها، بي دو بريفيرونس غير بلاش، هكا كتجي زوينه في الصباح. مازال لكن كنتو غتاخدوها بحال هكا في الليل، تقدو تزيدو عليها شويه ديال لا بودغ ديال الثومه. كيفاش كيجيو دابا غادي ندوز نسوقهم. المهم هنا خديت غير طوماط سوريز قطعتها، هكا، وغندير لهم رشيشه ديال الربيع.
اي فوالا. واش ليا هادشي ما غيشبعكمش وما تقولوش ليا هادشي ما غاديش يكفيكم، راه فريمون البنات كتشبعوا، راه فريمون كتشبعوا، راه كتشبعوا. واون بلوس فاش كتبداي الفطور ديالك بالبيض راه كيشد ليك الجوع، حيت شتي اون تري بون سورس ديال لي بروتيين والبروتينات كيتهضموا بطريقه ثقيله، سا برون دو طون باش كيتهضموا. هذا هو الفطير ديال اليوم. شوفوا شوفوا ليا غير المنظر، شوفوا الشكل، شوفوا 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 رائع. عرفتوا راه كيجي بنين 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 بنين. كيف ما قلت لكم بغيتو تزيدوا فيه لا بودغ ديال الثومه زيدوها، انا راه شاداني لاليرجي قاتلاني في حلقي. ما بغيتوش تزيدوها ما تزيدوهاش، لكم واسع النظر. هذا تقدي باغ اكزومبل دو فوا ولا تال 3 فوا بار سيمين، تفطري به ترونكيل اليز، ما عندك مناش تخافي راحه وغادا تشبعي. هذه هي اهم حاجه، وغادي يقول لكم نتلاقاو في الغرفه الثاني غديوه. يا سلام. ودابا غادي ندوزو نوجدو واحد الغديوه. يا سلام دايز هالكلام. ديك مره كنت لقيت في لي كومونتير شيماء بارطاجي معنا لي غوسيط اللي كديري بالكينوا. الكينوا البنات راها غزاله، ضروري تدخلوها في لي بلا ديالكم. المهم انا اليوم غادي ندير تقريبا ما بين 60 70 ولا 80 غرام كاع ماكسيموم، حيت غندير بوغ دو بيرسون. بالنسبه للكينوا كتماشى مع جوج د الحوايج. اول حاجه كتماشى واللي هي كاينه موجوده وعندنا كاملين هي طون، كتمشى بزاف مع الطون في لي سالاد كتجي بنينه. وثاني حاجه اللي كتجي معها واعره هي الحوت ديال السلمون صومو، ولكن يكون طري ماشي داك المدخن، يكون حوت يا اما تبخريه يا اما تسلقيه يا اما طيبيه في الفران اللي بغيتي وكتخلطيه معها كتجي رائعه. دابا غادي ندوز نعبر، غندير تقريبا 60 غرام، غندير 60 غرام حيت راه فريمون كتعطي كتزكي هي. البنات هنا خديت شويه ديال الباباي، بغيتو ديروا الباباي، بغيتو ديروا المونغ، بغيتو ديروا هذا شنو سميتو الخوخ اللي بغيتو. المهم ضروري ديروا شي فخوي بحال هكا، اناناس سوا كيجي زوين، ولكن هاد الباباي والمونغ هما اللي كيجيو واعرين. ضروري ديروا شي فخوي بحال هكايا اكزوتيك كيعطيها واحد لوغو. يا سلام يا سلام يا سلام، غير قطعوه طريفات صغارين. هاد لاصالاد كلشي خاص يكون مقطع فيها طريفات صغار. خديت البصله مطيشه، شويه ديال الخس، وكيف ما قلت لكم يا اما المونغ بابا يا اما الخوخ. المهم ان فخوي يكون اكزوتيك، ما بغيتوش ديروها ما ديروش ماشي مشكل. فوالا سي بون، ندوز نخلط لاصالاد ديالتي. اول حاجه غندير هي الكينوا شي كامل اللي قطعت، ديال المايس هذا راه غسلته هي شويه ماشي بزاف، متقويوش منه. العود واعره هاد لاصالاد فريمون كتجي بنينه وكتشبع. درت البزار وغندير العصير تقريبا ديال نص حامض، خاص الحامض بزاف. خلطت شي مزيان، نحاول انني نفردته باش يتخلط معها مزيان. لاصالاد ديالتي وجدات. بالنسبه لي انا غادي ندير معاها صوصي، هذا خلاص ديما كنبارطاجيه معكم فيه لي زيبينا. وبغيت نجاوبكم على واحد الحاجه، انا كندير يطيب في الاير فراير، وميم طون بغيت نجاوبكم على واحد الحاجه كتقول لي شيماء، واش السوسيس داخل في الريجيم؟ السؤال الذي حير الجميع. هاد السوسيس اللي كناخذ انا عباره على كفته مطحونه قدام عينيك مع لي زيبينار، وكيعمرهم وكيصايبهم. الا كنتو كتعرفوا شي واحد كيصايب هاد الشيء سيروا عندو، يمكن لكم تاخذوا السوسيس حيتاش عباره على كفته ديال اللحم. كنتو ما كتعرفوش داك السوسيس الاخر كتقدر تكون فيه الشحمه، كيقدر يكون فيه دوك الجلود، كل واحد وشنو كيدير فيه، ماشي صحي
وماشي مزيان تاخذوه في لي ريجيم. اما بالنسبه لهذا شوفوا راه فيه لي زيبينار وفيه الكفته وفيه شويه ديال الشحمه، هذا كيديروا لايت ديال لي زيبينار. المهم انا ما كنزيد عليه حتى شي حاجه وما كنحمقش معاه راسي، كنديروا طفل الفراير، كنديروا اختي طفل الفراير، ما قال قلي ما قال زعتر ما قال حتى شي حاجه، هاكا كنقطعو كنديروا يطيب. فوالا شعليه لا زيت لا حتى شي حاجه ديال اللحم. السلاد كتجي واعر، جربوها فريمون غادي تعجبكم، وبنينه واون بليس كتشبع ويلي تري ريش بلي فيتامين، راه الكينوا راه واعره، داكشي كامل اللي درناه فيها صحي بامتياز، واهم حاجه انها كتشبع حيت الكينوا كتشبع مزيان. سينو هذا السوسيس اللي درت معاها المهم شويتو في الاير فراير، ماشي شي حاجه اللي معقده. هذا المكان كان هاد كانت هذه لا غوسيت ديال اليوم، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير واش الجيفوي ندير له التيراج في انستغرام ولا في يوتيوب، انا غادي نتبازا على لي كومونتير ديالكم، والاغلبيه اكيد هي اللي غادي تربح، وغادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنا باش ملي نحط داك لو ريل حتى نتوما تدخلوا وتشوفوا. سينو غادي نخليكم في امان الله، ما تنساوش ليا القليبات لو روج لو روج لتحت في لي كومونتير، وغادي نقول لكم موح عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.